وبنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين. أجسادنا أجسادنا جوانا بتاعتنا، ولكن ممكن ما نعرفهاش. الأجساد لها لغة ممكن ما نعرفش عنها حاجة، ممكن محتاجين نفهم ايه هي اللغة اللي نتعامل بها مع الجسد، نترجم ازاي حاجات كتير كتير جدا. بنلاقي ناس ما بتبطلش اكل او بطلت اكل وعملت حرمان، بالنسبة لها حرمان مريع، وما بتخسش، فترجع بقى تقول لك فكنا بقى من الدايت وبتاع، وانا ما بخسش، ومهما وانا ده انا ما باكلش، وازاي بتخن و و و و. هل الناس دي فعلا بتبقى بطلت اكل وما بتخسش، ولا الناس دي بيحللها التلاجة والكلام مع التلاجة وحب التلاجة وصداقة التلاجة بعد الساعة 11 بالليل، وهم مش فاهمين ايه اللي بيحصل في الجسم، وليه انت ما بتخسش، وان ممكن يبقى فيه اكل عاطفي، وان ممكن يبقى فيه حاجات كتير، وممكن تبقى ناس تفرح تاكل وناس تزعل تاكل، وناس تفرح ما تاكلش، ناس تزعل ما تاكلش. يعني فكرة الاكل لان هو بالنسبة لنا الحياة، فاحنا طول الوقت بنسأل اسئلة عن الاكل وازاي نخس وليه ما بنخسش، وحاجات كتير جدا هنعرفها. واحنا معانا بنتين امارات ما شاء الله، يعني حاجة كده تبهج فرحة زي ما بيقولوا، فرحة معانا بنتين، فرحة منورينا النهاردة وسعداء بوجودهم. ملك أكرم العدوي، أهلا بك يا ملك، ولارا ماجد الهادي، أهلا بك يا لارا. إيه الحلاوية دي؟ تانكيو حيات حضرتك والله. أهلا وسهلا بيكم بنات الجمال. خلوني أبقى أفهم وأبسط كده لكتير من أصدقائنا اللي بيتفرجوا علينا. أنتوا عندكم صفحة على الإنستجرام بتقولوا ان يا جماعة علشان تخسي الموضوع مش بس محتاجة انك توقفي اكل، لكن محتاجة انك تزبطي مشاعرك معاها عشان تقدري توصلي للجسم اللي انت عايزاه، صح؟ مظبوط، صح. فهميني يا ملك. ماشي. احنا اول حاجة انا ولورا لما ابتدينا ندرس موضوع النيوتريشن والايموشنال ويلنس، الصحة النفسية اولا، لاحظنا ان في ارتباط كبير قوي ما بين الاكل والصحة النفسية. الصحة أوكي. النفسية دي العنصر الاساسي بتاع الموضوع. أوكي. ولكن في مصر الأغلبية بيركزوا عن التغذية وما بيركزوش خالص على اللي جاي ده، على النفسية دي بالضبط خالص. ودي أهم حاجة، علاقتي مع الأكل عاملة كده ليه؟ أنا بتعامل كده إزاي؟ لما بزعل ليه بروح أكل أول حاجة؟ ما بتعاملش مع مشاعري. لما بفرح زي ما دكتور سهير قالت بقوم على طول راحة واكلة. ليه أنا ما عنديش الالتزام؟ ليه أنا ايموشنالي ما عنديش التزام إن أنا أمشي بالدايت بتاع الدكتور؟ اللي إحنا بنعمله أنا ولورا إن اللي بيجي لنا بنركز على طول على العلاقة مع الأكل، وبعد كده بنركز على الناحية الغذائية والنيوتريشن والكلام ده كله. لارا بس المفيدة عايزين نسلم، دراستكم كانت ايه وليه اخترتوا ده؟ يعني حسيتوا ان الاكل ده شيء مهم في مصر وخاصة للستات طبعاً، ولا ايه؟ طبعا هو الاكل في الكالتشر بتاعنا بالمجمل مهم قوي. عيد ميلاد بناكل، فرح بناكل، من غير مناسبة، من غير مناسبة اصلا، كل روب بناكل، مستشفيات بناكل، يعني بالظبط. فاحنا لاحظنا ان الناس كتير قوي لما تحب تخس بتحس ان هم الأكل ده عدو، أو الأكل ده حاجة وحشة لازم يبتعدوا عنه تماما بالزبط، عشان يعرفوا يخسوا. بس احنا اللي عندنا اللي بيقللوا أكل قوي عندنا أوحش بكتير من اللي بياكلوا كتير. يعني اللي بياكلوا كتير ما بيحصل لهمش حالة صحية وحشة زي اللي ما بياكلوش. يعني ممكن الامتناع عن الأكل ده اللي بيحاول يخس نسبة الدهون عندها تقل قوي، ما تعرفش تحمل، نسبة الدهون عندها تقل قوي، شعرها يبتدي يقع، بشرتها تبتدي تبقى مش بيضة ومنورة أو مش منورة، تبقى يعني تطلع لها حبوب، حاجات كده. فإحنا درسنا الموضوع ده عشان نوعي الناس بأن الأكل ده مش عدو، الأكل ده جسمنا ما يعرفش إيه الأكل الحلو وإيه الأكل الوحش. المهم التقنين، المهم أكل إيه، إمتى، بكميات إيه. الكميات أهم حاجة عندنا، أهم حاجة. أنتوا لما رحتوا أنتوا درستوا فين؟ في إنجلترا. في إنجلترا. طيب دلوقتي لو أنا قلت ملك أنا هجيلك، أنت هتعاملي معايا إزاي؟ يعني أنت هتديني دايت ولا هتقعدي معايا سيشنز ولا هو أعمل إزاي؟ أول حاجة هنعملها
هقعد مع حضرتك اتعرف عليك. يوم حضرتك بيمشي ازاي؟ عكس كل حاجه. متجوزه ولا مش متجوزه؟ عندك عيال ولا ما عندكيش عيال؟ بتصحي الساعه كام وبتنامي الساعه كام؟ بتتعاملي ازاي مع الاكل؟ لما بفهم كل ده وبعمل ده اول مره اصلا، اول سيشن بتبقى بس بفهم حياتك ماشيه ازاي بالظبط، خروجاتك عامله ازاي، بتاكلي في البيت ما بتاكليش في البيت، فعشان برضو ان انا ما اديكيش حاجه فوق الامكانيات اللي انت تقدري تحققيها. انت ممكن تكوني ما بتطبخيش اصلا ولا بتاكلي في البيت، واقعد اديكي في ميل بلان قد كده مش عارفه تحققي وكتالوجه في الحياه عامل ازاي. وبرضو الاكتيفيتي ليفل، يعني لو بتتمشي ما بتتمشيش، الكلام ده كله. بعد ما بنعمل كل ده في اول سيشن بقوم متفقه معاكي بتحبي اكل ايه، مش عايزه امنعك من كل حاجه انت بتحبيها، فبنتفق ان انا اعمل علاقه صحيه ما بينك وما بين الاكل. ده ثرو الميل بلان، وببقى ماشيه معاكي خطوه بخطوه. ده اللي بيفرق، يعني احنا بيبقى معانا تواصل مع الكلاينت ثرو اوت الميل بلان بتاعها كله، شهر شهرين ثلاثه كله بالاكل. ولا ممكن لارا تديني ادويه؟ لا، احنا مش بندي ادوية خالص، وبنرشحش خالص علاجة الاكل بالادوية. يعني في موضة ماشية الايام دي اللي هي الاوزامبيك. بالظبط، والحقن دي بالظبط مش موجودة خالص. الحقن الاوزامبيك دي اصلا لمرضى السكر، ملهاش اي علاقة بالتخسيس، بس الناس بدأت تستغلها عشان هي بتقلل الشهية وبتخلي الناس ما تحسش ان هي عايزة تاكل. عندها سايد افكتس وحشة جدا طبعا، ومش اي حد ياخدها، دي كارثة. دي محتاجة تتاخد تحت اشراف دكتور طبعاً. وبشروط كتيرة جدا، عندك ايه وما عندكش ايه طبعا. طب انتوا ايه المشترك الاخطاء اللي اغلب الستات بيعملوها وانتوا عايزين تنبهونا منها ان دي اخطاء متكررة واحنا بنبدع الحقيقة في تكرارها وفي اخطائها؟ اعتقد ان اول خطأ هو ان هما يعني ما بيبقاش عندهم المعلومات الكافية عن الموضوع الغذائي والصحة النفسية، فبيتعاملوا مع الاكل انا همنع نفسي الاسبوع ده مش هاكل غير بيض مسلوق، الاسبوع الجاي هي تخنت 10 كيلو ومش هشرب غير ميه، والنهارده هاكل فواكه. الكلام ده بيعقد الحياة بطريقة غير طبيعية، والكلام ده غير صحي بالمرة. لازم ان احنا بنتعامل مع التفكير، انت مش هتخس، هي احنا كلنا عايزين نخس ال 10 كيلو الاسبوع الجاي عشان الفرح. أيوة. ده مش هيمشي الكلام ده، مش هيبقى بالظبط. فاللي احنا بنعمله ان احنا بنقول لا، انت هتستني كده وهنمشي بالراحه ستيب باي ستيب، وبعد ما تفهمي نفسك وتفهمي جسمك وبتاع هنوصل للونج تيرم، يعني خطه طويله المدى بالظبط، وهتبقي سعيده بذاتك على مدار العمر، مش هتبقى اللي هو انا بخس وبعد ارجع اتخن واخس وارجع اتخن. كملي. يلا، اللي بيخس يعني كيلوهات كتير في فتره قليله يرجعهم سهل قوي يرجعهم، ده مش طريقه سستينبل خالص، ولا طريقه هتطول مع البني ادم اللي عايز يخس. احنا بنعلم الستات تغير ايه في اللايف ستايل بتاعها، في طريقه حياتها، في تعاملها كل يوم. زي ايه يعني؟ مثلا احنا انا فهمت من ملك كده ان مفيش حاجه اسمها رجيم الميه، رجيم الخضار، خالص، رجيم الفاكهه، ده حاجه مدمره للجسم خالص. ايه تاني احنا بنعمله غلط؟ احنا بنشجع الناس ما تقطعش اي نوع اكل بتحبه. مثلا انا لارا مثلا مكرونه بحب اكل المكرونه مثلا جدا. ماشي، بدل ما اقطع المكرونه عن نفسي 3 ايام اجي اليوم الرابع عايزه اكل حله مكرونه بحالها كل يوم، فعلى مدار الثلاث ايام دول على الغداء احط نص كوبايه مكرونه مسلوقه مع صوص طماطم معلقه معلقتين وازوده في الدايت بتاعي. يعني احنا بنعلم الناس ما تشيلش الحاجات اللي هي بتحبها، لكن الكميه تتحكم في كميه وتحطها بكميه معقوله عشان الممنوع بيبقى مرغوب. لو سؤال تاني اكيد هيبقى في دماغ سهير، طب ازود ايه في وجهه نظركم في الدايت يخليني انا احس ان انا مش عايزه رمرم؟ احنا الدايتس بتاعتنا والوجبات بتاعتنا بنحب تبقى مكونه من كل انواع الاكل. انا برشح مثلا انا وملك ان الاكل الطبق يبقى نصه في المية خضار، 50% من الطبق يبقى خضار. ده بيقفل الشهيه وبيخلي الواحد يشبع بسرعه. ممكن نبتدي بالخضار، فالخضار لو ابتدينا بيه قبل النشويات بيعمل شغل. دي نقطه حلوه قوي فعلا، طريقه يعني الستبس بتاعه الاكل بتفرق قوي. يعني انا بدات بالمكرونه، المكرونه اولا بترفع الكاربز ان جنرال، اللي هي بترفع الانسولين ليفل، فساعتها بتقومي
حاسه انك عايزه تاكلي اكتر ما بتشبعي، يبقى هتاكلي الخضار وهتبقي لسه عايزه تاكلي. زي ما الدكتور قالت ان لو بدأت بشكرك سهير بقى دكتور سهير دكتور بنوتاتنا فكلهم فان هو لو بدأت بالخضار فعلا بطنك هتتملي وبتاخد وقت انها تتهضم، فلما بتيجي تحصل البروتين بعدها وبعدها جاي على الكاربز هتبقي اصلا انا مش قادره يعني مش قادره اكمل. طب ازاي انا اقدر اغير منتلتي بتاعتي ان انا اول ما بتحط قدامي طبق الاكل بتاعي في حبه مكرونه في حته ستيك في خضار سوتيه بقوم دبه في المكرونه، اول خطوه هتغيريني انا ازاي؟ اول خطوه انك تحسي من نفسك وتقتنعي ان المكرونه دي مش حاجه ممنوعه، المكرونه دي مش حاجه خطر، انا هاكلها بس ما ابتديش بيها. المكرونه دي زيها زي الخضار زي اللحمه كلها اكل، ده اللي الناس مش فاهماه. الناس بتصنف انواع اكل كوحش وانواع اكل كحلو. احنا لما ناكل حاجه جسمنا ما بيديش انذار ده اكل وحش او ده اكل كل حلو. الاكل حلو المهم ناكله امتى ازاي وكميته عامله ازاي بالظبط. طب انا عايزه اقول لكم مثلا انا جايه لكم ايه اكتر شكوى اول ما بتبتدي الست وهي قاعده معاكم ولاحظت انها مشتركه في الاغلبيه بتشتكي منها؟ الرمرمه 100% الرمرمه. وده بيجي بسبب ايه؟ بيجي بسبب ان هم بياكلوا كميات اكل قليله طوال اليوم بعد الساعه 11 يطلعوا بيجوا على بالليل جسمهم بيحس اللي هو نقص جوزها وقت. مثلا يقول لها امي حمر لنا حتتين أيوة كده. لا انا هقول لك على حاجه بلاش جوز، انا عندي عاده دلوقتي سيئه جدا بتحصل، انا فعلا باكل كميات قليله جدا طول النهار، فباجي اول ما اخش اوضتي بطلب من البنوته اللي معايا تعمل لي سندوتش جبنه بيضاء وشاي بلبن كل يوم بالليل عشان جسمك ما خدش التغذيه اللي هو محتاجها على مدار اليوم، فبيجي على بالليل يقول ده اليوم قرب يخلص وناقصني بروتين وناقصني نشويات وناقصني فاكهه وناقصني خضار. السهر والاكل امنعه ازاي يعني واتحاشى ازاي السهر بقى في الشتاء والبرد والاكل يحلى والاكل ان يبقى فيه بالانسد ميلز ثرو اوت اليوم. طوال اليوم بناكل ميلز محدده، بصحى افطر. اللي بيقول الفطار ده مش مهم ده كلام مش صح. يعني في ناس بتعرف تلبي الموضوع ده، في ناس بتقول اشربي نسكافيه الاول وبعدين افطري. لو انت صحيتي فطرتي بروتين بيض مثلا بيض وحته توست وجبنه حاجه بالانسد، انت بقيه اليوم هتبقي اصلا مش قاعده بترمرامي، غير بقى ان انا صحيت شربت كوبايه القهوه بتاعتي ونزلت، طول ما انا ماشيه شيبسي في الكشك هعدي اجيبه بسكوت قدامي هاكله رحت الريستورانت مع اصحابي هرمرم. مفيش انا اكلت ايه النهارده، مفيش وجبه محدده، فيبقى في فطار غدا عشاء. طبعا لو حد بيحاول يخس ان احنا بنقلل البوشنز في الفطار والغدا والعشاء وبنغير اصناف الاكل شويه عشان يخس، بس مش لازم ان انا امتنع تماما عن الفطار او امتنع تماما عن موضه السناكس يا مالك في النص دي انتوا يو جو وذ ات ولا على حسب ما احنا يعني في مدارس تقول لك نو سناكس. السناكس احنا مش ضدها لان ممكن فعلا طرقات اليوم تعملي مجهود زياده مثلا اليوم ده فتبقي حاسه ان انا عايزه اكل حاجه دلوقتي. لو حياتك من غير مجهود احنا بناخد طول الوقت معانا. ما هو لا هو اتس فاين تو هاف تو فيل لايك يو وانت تو هاف سم سناكس، بس ايه السناكس اللي انا هاكلها؟ انا ممكن مثلا يبقى معايا ابقى مجهزه نفسي خيار متقطع جزر متقطع وحبه حمص، فده بالانس وهشبع وغذيت نفسي وهبقى عندي اصلا انرجي بعدها. ممكن بقى سناك كيس شيبسي وكيس مولتو وبعدها ابقى حاسه اني مش قادره خالص بعدها. وازود على نقطه ملك كمان، احنا ما عندناش وان رول لكل حد، احنا على حسب كل واحد حياته ماشيه ازاي يعني مثلا نظام حياته بالظبط. طب بس في حاجه مشتركه بين الكل، في ناس كتير جدا النوم جافة عيوني. قصة النوم بتأثر ازاي على تعاطينا مع الأكل؟ احنا واحنا نايمين جسمنا بيفرز هرمونات تساعد الميتابوليزم بتاعنا او تساعد الحرق بتاعنا بالظبط. اللي نومه قليل الحرق بتاعه ما بيبقاش عارف يشغل نفسه قد اللي بينام مثلا 7 لـ 8 ساعات. احنا بنرشح لكل الستات يناموا على الاقل 8 ساعات، وكمان اللي بينام قليل بيبقى على مدار اليوم كله غير انه عصبي، والعصبيه دي ممكن طبعا تؤدي للاكل الايموشنال جسمه بيبقى عنده شهيه عاليه جدا للسكريات للنشويات للاكل اللي يعوض عليه اللي هو ناقصه في النوم، يعني يديله هرمونات هو يعني ما اخدهاش وهو نايم ناقص عنده بالظبط، فبياكل كتير. فالنوم ده مهم جدا. في ناس كتير قوي لما يدوا دايت ما بيسالوش اللي بيجي لهم انتوا بتناموا قد ايه او نومكم عامل ازاي. انا عايز اسالك سؤال، انت
صفحتكم الانستغرام بتاعك اسمه ايه عشان ذا تشيري ابروتش؟ ذا تشيري ابروتش حلو برضه. اثنين تشيريز. ايوه بالظبط هي دي فكرتها. اثنين امارات بجد ساعدتونا واضفتوا لنا معلومات مهمه جدا. لو عايزه تقولي نصيحه اخيره سريعه. النصيحة ان ما تاخدوش كل حاجة عافية، مش الحاجة مش هتوصلوا لها في يوم وليلة. صح. عايزين نتعلم تدريب ونظام حياة، ما فيش دايت وقت عشان البس الفستان او عندي فرح. عايزين نبقى بتعاملي جسمك بطريقة حلوة، وبرضو المسجز اللي بتبعتيها لجسمك انه انا لازم اخس الاسبوع ده يبقى انا مش كويسة، يبقى هبقى ايموشنال ايتر وهبقى. صح. فالحاجة تتعالج صح عشان تواظبي عليها بس. صح. وكمان اني اضيف على نقطة ملك، الستات برضو مفروض ما تقارنش طريقة اكلها او الطريقة اللي هي بتاكل بيها بصاحبتها ولا اختها او اي حد تاني، لان كل جسم وليه كل جسم مختلف وكل لايف ستايل مختلف، كل جسم ليه لغة مختلفة. بالزبط. شكرا لارا، شكرا ملك، اسعدتونا ونورتونا، وان شاء الله نشوفكم قريب بقى وتكونوا عملتوا تغيير في عادات الستات وافكارهم.